أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. وكمان لعشاق الساحرة المستديرة خلونا نشوف أهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هينظم احتفالية جماهيرية كبرى بيشارك فيها أكثر من 60,000 متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف في كتف، وده احتفالاً بجهود آلاف المتطوعين اللي شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة أكثر من 4 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة التكافل المجتمعي واجب الوقت، وده الموضوع اللي حددته وزارة الأوقاف وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. هيلتقي الترجي التونسي مع المريخ السوداني في تمام 3 عصرا، والساعة 6 بالليل هيلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني، و9 بالليل هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الزمالك.